عندك عزومة ومش عارفة تعملي لهم ايه والوقت ضيق عندك، تعالى اقولك تعملي لهم ايه بأقل التكاليف من حزمة سبانخ وكيس مكرونة. هتعملي لهم طبق حلو خالص هيشرفك على سفرتك، وهتعملي احلى مكرونة بالسبانخ. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الأطعمة، معكم سهير من قناة نغمات الأطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله هعمل معاكم السبانخ بالمكرونه باقل التكاليف. يلا بينا على الطريقه والمقادير عشان ما اطولش عليكم. اول حاجه هنا عندي ميه على النار بتغلي، المنظر ده، هنزل عليها معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره كده حلوه من الملح، هنزل عليها اي كميه مكرونه انت بتحبيها. انا هنزل هنا ثلاث مرات من المكرونه على حسب طبعا الكميه اللي انت عايزاها. ده كيس كبير فانا مش هستخدمه كله، هستخدم نص بس. هقلب بقى كده تقليبتين كده طبعا عشان ايه نستغل الوقت. عندي هنا صينيه على النار شغاله كده النار بس كده، هنزل عليها فنجان من الزيت، بيكون زيت يكون كويس يعني يبقى طعمه حلو كده عشان الاكل بتاعك يبقى طعمه حلو. فنجان كده. عندي هنا بصلايه متوسطه وعبان ما البصلايه تستوي، انا طبعا مش ايه مش عايزه احرقها، نزلها كده. اكله سريعه وبسيطه وفي نفس الوقت ايه هتبقى شيك جدا في العزايم، هتبقى كويسه كمان يعني هتبقى خفيفه وحلوه وتغيير في مطبخك. هسيبها كده لغايه ما تستوي كده. فايه هعمل هنا ايه، عندي هنا حزمة من السبانخ وممكن طبعا تضعف الكمية مفيش اي مشكلة، اي حزمة من السبانخ هقطعها قبل ما البصلاية ايه عندي عايزة اخليها كده لونها ايه مصفر، مش عايزة احرقها خالص. انزل كده ايه اكسر كده السبانخ. السبانخ اكلة حلوة خالص في الشتاء يعني هي اكلة شتوية، وطبعا استغلوها ان هي في السوق ان انتوا ايه تعملوها كتير في اكلكم، كويسه لينا ولاطفالنا يعني. يعني انت ما تنسوش السبانخ دي احشريها كده في الاكل عشان ايه مفيده ليكي ولاطفالك، مليانه حديد. عندنا البصلايه بصوا بقى اتفرد كده، انزل عليها كده بالسبانخ. ناخدها كده عشان ايه كل الكمية كده هننزلها. طبعا غسلة السبانخ ومخليها زي الفل، مينفعش ان انتي ايه تعمليها كده، لازم تغسليها كويس خالص تحت الحنفية لغاية ما المية بتاعتها تبقى بيضة خالص كده، يبقى ايه السبانخ عندك كانت بتبقى تمام تبقى حلوة كده. طبعا انت لو عايزه تضاعفي الكميه انت براحتك، انا بدي لحضراتكم الفكره وحضراتكم بقى ايه لو عايزين تضاعفي الكميه مفيش اي مشكله. هشيل بس ايه لما اجي اخلط السبانخ اهي، هشيل الايه العروش بتاعتها دي، انا استبعدها مش هتبقى ايه كويسه عشان ايه
اقلب كده ايه السبانخ كده لغايه ما ايه ما تدبل كده معايا في الايه البصله، تديني طعمها تبقى كويسه جدا وتبقى حلوه. مش لازم طبعا ناكل لحمه وفراخ كل يوم، فدي اكله كويسه وفي نفس الوقت ايه القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. هنزل هنا بقى بايه برشه كده من الملح، رشه صغيره كده من الملح، وعندي رشه من الايه من الفلفل الابيض، مش هحط لها توابل كتير، هو بس كده يجيبك ايه لو ما عندكيش فلفل ابيض ممكن تحط لها فلفل ايه اسود، مفيش اي مشكلة. بصي بقى انا مش عايزة ايه اكتر من كده، يا دوب بس ايه تديني الطعم. هنزل هنا بقى بايه بفلفلاية صفرا وفلفلاية حمرا، لو عايزاها حار ممكن تحطي فلفل حار، بس طبعا ايه عشان احنا ايه معانا اطفال، لو بيحبوا الفلفل الحار مفيش مشكله، بس ما تستخبش برضو الايه الفلفل الحار في شهر رمضان، ما يبقاش ظريف كده في الاكل، لان معدتنا بتبقى ايه بتبقى فاضيه، وتيجي تنزلي بقى ايه فلفل حار كده ما بتبقاش كويسه يعني، فخلي بالك من النقطه دي. يا دوبك بس تدي ايه تدي كده ايه تشويحه كده على النار. انا طبعا مش عايزه اسوي الايه مش هسوي الفلفل خالص، يا دوبك بس ايه يشم ايه من النار كده هيديني طعم حلو خالص وتستعيد بس كده يعني. في نفس الايه في نفس الصينيه هنعمل المكرونه وهتبقى حلوه خالص. لو عندك عزومه ولا حاجه ممكن تعمليها كده قبل الفطار بعشر دقايق، تكوني ايه سلقه المكرونه، والخطوه دي ما بتاخدش اي وقت معانا بس كده. شايفين وانا معاكم ما خدتش اي وقت ولا اي مجهود مني. عندنا بقى ايه هعمل ايه، هشيل بقى ايه كده الايه الخضار كده طبق كده على جنب كده، عندي هنا شلت بقى ايه السبانخ كده والفلفل والبصل وصفيت الزيت كده، خدت كل ايه كل الزيت اللي نازل منه، جايبه هنا معلقه دقيق هقلب كده. انا طبعا ايه انا مش عايزه الدقيق يتحمر، انا يا دوبك بس عايزاه ايه يديني بس كده ايه ريحه عشان ايه ما يبقاش طعمه مش حلو وظريف في الايه في الصوص الابيض. هنزل كده بربع كيلو من الايه من الحليب، وعلى فكره يا جماعه يعني كل معلقه دقيق عليها كوبايه حليب، لو انت عايزه تضعفي الكميه انت براحتك بقى يعني، انت لو انت ولادك بيحبوا الصوص فيه كتير يبقى حلو برده مش هتبقى وحش ولا حاجه. انزل كده مش عايزه طبعا ايه ان هو يكلكع معايا، اقلب كده كويس. عندي اللبن هنا ساقع اهو حبايبي اللي لسه مكمل معايا، ما ينساش اللايك والشير وسبسكرايب وزر الجرس على كلمة الكل، مستنية تعليقاتكم تنوروني بالاشتراك في القناة. هسيبه بس كده لغاية ما ايه ما ايه عندي هنا المكرونة اتسلقت هنا، عايزة تشطفيها تحت الحنفية اشطفيها، بس هي يستحب ان انت تحطيها كده مباشرة على الايه وهي سخنة كده، ودي تتاكل وهي سخنه
يعني انت مثلا خلاص بقى ايه هتقعدي على السفره، تروحي عامله الايه الصوص بتاعها ده، يعني انت ممكن ايه ما بتاخدش في ايدك حتى 10 دقايق. توت ما المكرونه اتسلقت، خلاص الدنيا ايه اتظبطت معاكي. بس كده انا هاخد بقى ايه معرفتين كده من ميه المكرونه، هتديها برضو طعمه حلوه، عشان انا مش عايزه هنا ايه الصوص يبقى تقيل، عايزاه يبقى خفيف. يستحب ان هو يبقى خفيف كده، بتديكي طعم حلو خالص. تمام، عندي هنا اي نوع جبنه حضرتك تحبيها، عندي كده جبنه بالزيتون اهو شيدر، لو انت ايه مش عايزه جبنه شيدر ممكن تستبدليها بالجبنه الرومي، ممكن تستبدليها بالكريمه. بصي بدعي بقى، يعني حضرتك انت في المطبخ بتحبي ايه، بتشوفي ولادك بيميلوا لايه وبتعملي لهم الحاجه اللي هما بيحبوها. احط كده ايه معرفه كمان، عشان انا مش عايزه هنا الصوص يبقى تقيل اهو. جميله جدا، عايزه تزودي حليب وما تزوديش ميه المكرونه، يبقى مبروك عليكي، حلو برده مش وحش. اهم حاجه بصوا، يعني انا عندي معلقه هنا، بصي عملت لي ايه الصوص الابيض حلو جدا. طبعا ايه هنا عندي ايه المكرونه انا حاطه لها ملح، فانا ايه هحط لها سنه ملح كمان صغيره. بس كده هوطي النار كده، عايزه برضو ايه عايزاها خفيفه مش تقيله، انا عايزاها خفيفه مش تقيله اهو. زودي بقى طول ما انت ايه شايفه الخليط عندك هنا خفيف، يبقى خلاص كده مش عايزاه ولا خفيف ولا تقيل، عايزاه بين البنين. عندك هنا بقى تقيل زودي، يعني ايه حضرتك انت ايه بتشوفي المقدار بتاعك اهو. بصوا انا عايزاه كده، جميل جدا. عندي هنا بقى ايه خطوه، ودي مش اجباري خالص يا جماعه، عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه انت براحتك خالص. عندي هنا التوابل بتاعه البطاطس اللي بنجيبها ونرشها على توابل البطاطس. عندي هنا بالجبنه ممكن تحطي معلقه كده برضو بتديها طعم حلو، معلقه صغيره كده من توابل الجبنه بتتباع عند العطار، اللي احنا بنحطها على البطاطس بتبقى حلوه خالص، بتدي طعم رهيب جدا للايه للصوص الابيض، جميله جدا. يا سلام على الطعم بقى، ولا اروع من كده، ولا تقوليلي لحمه ولا فراخ، والله دي مغذيه جدا ليكي ولاطفالك. يعني بقى ايه طبق متكامل، هتبص تلاقي ايه كل اللي على السفره سابولك كل الاكل ومسكوا في الطبق ده، جميل جدا طعمها تحفه. عندي بقى هنا ايه، عندي هنا هاخد بقى ايه المكرونه كده، بسم الله زي ما قلت لحضراتكم، هي ايه بتبقى عايزه ايه كله سخن في سخن، يعني هي لو بردت هتبقى حلوه برده، بس هو هي سخنه بتبقى ليها طعم رهيب فوق ما تتخيلي، بتبقى حلوه خالص. جربيه وعلى ضمانتي، يعني حاجه بقى فوق الخيال. طبعا لو عايزه تدعميه بقى بمثلا لحمه او فراخ، ممكن لحمه مسلوقه او مثلا لحمه معصجه، ممكن تحطي مع السبانخ، يعني مش هقولك لا، بس نظرا لايه للحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها، فاحنا بنحاول ان احنا نعمل طبق مغذي وفي نفس الوقت مش مكلف، يعني حلو برضه مش مكلف. انا هطفي كده النار بقى، مش عايزه النار تاني، اقلب كده بقى كله كده بقى ايه يخش كده كله جوه بعض،
عايزه اقول لكم ان الطبق ده مغذي بطريقه جميله جدا، لان فيها حديد وفي نشويات وفي كالسيوم وفي كمان فيتامين سي. يعني بصوا بقى متكامل فوق ما تتخيلوا. هحط بقى كده ايه السبانخ كده بتاعتي، وهتسيبي بقى ايه معلقتين ثلاثه كده تحطيهم فوق الطبق وانت بتقدمي، بيديكي شكل وطعم جميل جدا. يعني انت لما تحطي بقى ايه الطبق كده عندك، هتحطيه كده على سفرتك، هتروحي حاطه بقى ايه بقيه المقدار ده فوق الوش كده، بيديكي شكل ومنظر. طبعا عشان ايه العين بتاكل قبل البق، احنا متفقين ان العين بتاكل قبل البق. اتفضلوا بقى هنا معانا، يعني ايه جميل جدا. هجيب بقى ايه الطبق اللي انا هغرف فيه عشان ايه ابقى اوريكم برضو ايه هنغرفه ازاي، عشان ايه الناس اللي بتقول لي ايه انت مش بتورينا ازاي وانت بتغرفي الطبق، احنا عايزين نتعلم منك. انا عنيا ليكم، واي حاجه حضراتكم انتوا عايزينها انا عنيا ليكم وهعملها لكم كده. اجيب كده بس كده على الطبق اهو، الطبق اللي انا هغرف فيه المنظر ده كده، عشان ايه شايفين بقى، شايفين بقى الالوانات بقى والطعم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الطعم والحلاوه، جميله جدا 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 فوق ما تتخيلوا، ومغذيه وحاجه كده بقى ايه طبق شيك جدا على السفره. ما فيش بقى بعد كده، يعني فعلا طبق شيك ومغذي. وهقول لكم ايه تاني، يعني جربوا جربيه، حاولي كده بقى ايه الاكلات دي كده اعمليها كده وشوفي ايه اللي ابهرت اولادك، اكيد هتبهر الضيوف برضو. وكل واحد بقى على حسب ايه، على حسب المذاق بتاعه. يعني اهو بصي بقى اللي انا بقولك عليه بقى، هتحطي كده فوق الوش، يا سلام بقى على الطعمه والجمال، جميل جدا وحلاوه 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 الوانات بقى. يعني شوفي تخيلي بقى لو عملت الطبق ده على السفره، فحاجه بقى مغذيه يعني. خلاص كده اهو بس كده، شفتوا بقى ما خدش مننا 10 دقايق وعملنا احلى طبق مكرونه كده بالصوص الابيض والسبانخ والفلفل الالوان، يعني حاجه بقى يا نهار ابيض جميله جدا. شايفين بقى منظر الطبق، انا عايزه اقربه لكم بس كده من قريب. انت بقى عايزه بقى ايه تعملي بقى دلع كده لايه للطبق بتاعك، نسيت اولع النور يا جماعه شغلته. يا رب بس يكون التصوير واضح معاكم. هتحطي بقى ايه، هتجيبي بقى ايه سبانخ كده، عودين كده من السبانخ عندك ايه تكون ايه فريش كده اهو، هتعمليها كده طبعا بقى ايه عشان العين بتاكل قبل البق اهو. ايه رايكم بقى في الجمال؟ اتفضلوا بقى معانا، حاجه بقى في منتهى الجمال وروعه جدا جدا فوق ما تتخيل اهو. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقه فضلا وليس امرا اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. على كلمه الكل مستنيه تعليقكم، تنوروني بالاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.